اهلا بيكم في حلقه جديده النهارده، فيديو جديد عن الابراج. والنهارده هنتكلم عن الطاقه العاطفيه الخاصه بكل برج من الابراج الفتره الجايه. هنتكلم يعني النهارده الطاقه اللي هنتكلم عنها، هنتكلم عن الثلاث شهور الجايين، يعني شهر مارس وابريل ومايو. دي اكتر طاقه هتكون مسيطره على معظم الابراج الثلاث شهور القادمه. قولوا لي بتتفرجوا عليا من فين، قولوا لي انتوا برج ايه، وجاوبوا لي على سؤال الحلقه وقولوا لي ايه اكتر طاقه مسيطره عليكم الفتره دي. تعالوا بقى نتكلم عن الابراج، وهنبتدي من اول برج وهو برج الحمل. اكتر طاقه مسيطره عليك يا حمل الفتره دي عاطفيه، احنا طبعا بنتكلم عن عاطفيه يعني بنتكلم على طاقات في الحب، هي طاقه ان انت حاسس ان انت اجبرت على قرار، حاسس ان انت في حاجه معينه انت كنت بتفكر فيها ما كنتش مستقر 100% على القرار ده، بس في النهايه قلت خلاص او الجو فورت، يعني انا هنفذ القرار ده سواء اوكي او سواء هو كويس معايا او مش كويس معايا، بس انا ما قداميش حل تاني. فكانك اخدت قرار او نفذت قرار انت مش مقتنع بيه. بس خلاص كده يا سوسو، حلو قوي. فانت مش مقتنع بالقرار ده بنسبة 100%، بس انت قلت خلاص اول تيكت، يعني انا هاخده كده كده واللي هيحصل يحصل. مع ان انت بتدعي القوة، يعني هتفضل تحسس اللي حواليك ان انت ام اوكي، انا قوي، انا مش متأثر، انا ما عنديش حاجة، انا راضي جدا، انا مبسوط، انا فرحان، انا سعيد، I'm so satisfied. بس للأسف يا حمل انت بتمثل او بتدعي السعادة او بتدعي ان انت راضي، بس انت من جواك مش مقتنع بنسبة 100%. من جواك حاسس ان انت كنت مجبر على الموضوع ده، كأن هو احسن الوحشين، كأن انت بدل ما تكون قاعد مثلا، يعني ممكن يكون قرار بالانفصال او قرار بالارتباط، يعني ممكن تكون قررت ان انت تنفصل عن حد او قررت ان انت ترتبط بحد، فالقرار ده يا اما هو قرار مع شخص جديد او ان انت يا اما انت بتقرب من شخص جديد او بتبتعد عن شخص قديم، فهو قرار عاطفي قوي جدا ومصيري انت اخدته. اوكي. بس انت يعني للاسف مش عارف تعترف، مش عارف تفضفض، مش عارف تتكلم، مش عارف تعبر. فانت زي ما بتكون ايه، يعني الناس اللي ما تعرفكش ممكن يفتكروك سعيد جدا ومبسوط وفرحان وعايش حياتك، بس انت الحقيقه يا حمل متاثر ومتضايق او محتار او تايه شويه، حاسك تايهين شويه. وكانك انت مش ده اللي انت كنت بتحلم بيه، مش ده اللي انت كان نفسك فيه، مش ده اللي انت كنت نفسك تعيشه. لو الشخص ده، لو انت سبت الشخص انت حاسس ان انت خسرت الشخص ده، ولو ارتبطت بشخص حاسس ان انت مضطر، يعني انت كانك انت ما كنتش عايز بس انت مضطر دلوقتي. تعالوا بقى نتكلم بعد كده. قولوا لي يا حمل القراءه دي بتتفق معاك ولا لا. قولوا لي تتفرج على فين انتوا برج ايه. تعالوا نتكلم عن برج القوس. برج القوس شايفك بتعند، شايف نفسك قوي الفتره دي يا برج التوت، يعني انت شايف ان انت بتعظم نفسك قوي، يعني انا شايف ان انت واثق في نفسك جدا لدرجه ان انت بقيت شايف نفسك ان انت اوفر كواليفايد على اي حد يقرب منك، ان انت الناس كلها عايزه تقرب منك، الناس كلها عايزاك وعايزه تبقى بتاعها، فانت بقيت شايف نفسك بزياده لدرجه ان انت ممكن تضايق البارتنر بتاعك او شخص انت معجب بيه. واضح ان في علاقه متعبه بالنسبه لك يا برج التور، هي علاقه اون اوف، يعني انت الشخص ده كل ما تقول لا انا ممكن الاقي حد تاني احسن، انا هدور على حد تاني، انا مش مقتنع بيه قوي، انا زهقت منه، فتقول انا همشي وهسيب العلاقه دي. تيجي تمشي تلاقي الشخص ده كانه بيجيبك كده، كانه عمل لك عمل، كانك انت راجع كده اللي هو فين، انا مش قادر ابعد عنه، مش قادر. فانت عمال بتكابر، عمال بتتعاند، عمال بتتعالى على هذه العلاقه. مع ان عايز اقول لك ان البارتنر ده از بيرفكت فور يو، وممكن يكون هو اعلى منك في حاجات كثيره جدا، بس انت مش قادر تقتنع ان هو، او انت عندك بانيك من الكوميتمنت دلوقتي، فانت متعلق بشخص جدا بس كل شويه تقول لا انا همشي، لا مش عاجبني، لا ده قال لي، لا ده بتتلكك، عمال بتتلكك في العلاقه دي، وماسك للشخص ده على الوحده اللي هو بقى ايه، عملت ماسك له على الغلطه، ايه ده انت قلت كذا، لا انا ماشي خلاص، مش عاجبني، مش لاعب. على فكره ايه ده، يعني بطل عند، بطل مكابره، الشخص ده فيه حاجات حلوه ما بينكو، الشخص ده انت عندك مشاعر قويه جدا ناحيه الشخص ده، عندك احاسيس، عندك هو كمان بيحبك، يعني واضح ان في حب من الطرفين. العلاقه اللي انت فيها دلوقتي يا برج الثور علاقه قويه، علاقه فيها مشاعر حلوه، علاقه فيها تفاهم، فيها تناغم، بس انت الطرف الجاني في العلاقه دي على فكره، يعني البارتنر بتاعك
اطيب منك او افضل منك او متمسك اكتر منك. على فكره البارتنر بتاعك او الشخص اللي في الطرف الاخر في العلاقه دي يا برج الثور هو الماسك، انت سايب الحبل على فكره، يعني هو لو ساب انت هتقع وساعتها مش هتعرف تجيبه. ده التحذير اللي انا عايز اقوله لك. هو لحد دلوقتي لسه متمسك عشان هو شايف حاجات حلوه فيك. للاسف انت ممكن ما تكونش شايف نفس الحاجات الحلوه دي فيه، بس الشخص ده هو شخص كويس جدا، شخص حنين، شخص قوي، شخص شخصيته قويه، واثق في نفسه، هو اللي متمسك، هو واضح ان هو شخص صبور كمان، فهو ماسك في العلاقه. فانت كل ما بتيجي تسيب بتلاقيه هو مثبت، فبالتالي انت مش عارف ما بتعرفش تمشي، هو بيجيبك، بيعرف يجيبك تاني. بس انت عمال تعند، هو شخص عنيد على فكرة، واضح ان في عند من ناحيتين، يعني انت احيانا بتعند تلاقي هو بيعند فانت تتضايق، ايه ده هو بيعند معايا، لا مش عاجبني. بطل يا برج الثور. ممكن تكون لسه متأثر من علاقة قديمة، في علاقة قديمة من الماضي اثرت عليك، كان فيها خيانة او كان فيها قلة ثقة، بس الشخص ده يستحق ثقتك، يستحق قلبك، يستحق دعمك، يستحق سندك، وهو بدأ يزهق يا برج الثور. فانت لو فضلت تتكة 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 الشخص ده هيلتت جو، هيمشي، هيسيبك، ساعتها انت هتحزن حزن شديد جدا عليه يا برج الثور، لان الشخص ده هو شخص قوي، شخص لا يعوض، يعني انت هتزعل عليه قوي. فانت كل ما بتيجي تهرب من العلاقة وتيجي تمشي وتختفي بتحس ان في حاجه ناقصاك فبترجع تاني، كل ما تيجي تمشي هو بيعرف يرجعك، لان هو في كيمستري ما بينكم، والشخص ده ممكن تكون علاقه توأم روح، والله اعلم. نيجي بقى على برج الجوزاء. برج الجوزاء شايفك، عارفين انت كل ما اجي كده تيجي كده، هو انت كده برج الجوزاء. واضح ان في علاقه تعبك شويه، يعني انت في حاجه عايزها، في حاجه نفسك فيها، في علاقه انت شايفها وشايف انها مريحه بالنسبه لك، بس انت اللي عمال تقول لا انا في حاجه منعيني، لا مش هينفع، انا عمال بتبني عقبات مش عارفه ليه. برج الجوزاء يعني الشخص في حد شريك قوي، في حد عايزك، في حد عايز، وانت شايف ان هو مناسب او شايف ان هو كويس، بس انا شايفك يا جوزاء متعلق بالماضي، بتفكر في حد بالماضي، في حد في الماضي ما بتعرفش تنساه، وبالتالي اي شخص بيدخل حياتك عمال تقارنه بالشخص الماضي ده، فانت عندك قصه في دماغك، يعني انت في سيناريو انت شايفه في دماغك، بس كل ما تيجي تقول ايه خلاص انا همشي هروح الطريق ده، بعدين تيجي تقول لا انا عندي ظروف انا مش هقدر امشي، انا الموضوع صعب انا مش عارف، فانت بتبني عقبات خياليه في بالك، بتبني عقبات مش حقيقيه في بالك يا برج الجوزاء. فخرج من الطاقه دي، مفيش حاجه منعاك، مفيش حاجه يعني تمنعك ان انت تاخد القرار بالارتباط بالشخص ده او ان انت تقرب منه او انت حتى تحاول معاه، انت العقبات دي انت اللي بتبنيها لنفسك، انت اللي بتصنعها لنفسك. فانا ضد ان انت تهرب من العلاقه دي يا برج الجوزاء. تعالوا نتكلم عن برج السرطان. برج السرطان في حاله بتكسر في قيود كده، عمال بتجري، انت عايز تجري يا سرطان، عايز تنطلق، عايز تتحرر، عايز تتحرر من كل القيود، عايز تتمرد. شايفك حاسس ان انت يعني كأنك انت اتظلمت في علاقة، او ان الشخص البارتنر معاك ده تعبك، او يعني مش حاسس بقيمتك، او ان انت ان انت مقيد، في حد ماسكك، فانت كأنك محتاج ان انت تنطلق، انت حاسس بمشاعر كتير جدا جدا عكس بعضها، حاسس لا بحبه، لا بكرهه، لا هو بيحبني جدا، هو مش هلاقي حد زيه، بس هو مش مناسب ليا، بس هو بيضربني، لا بس هو بيجيب لي هدايا كتير جدا وبيصالحني بعديها، بس هو طيب، بس هو شرير، بس هو، فعندك تناقضات كتير قوي في دماغك. بس انت مش مستريح في العلاقه دي، انت مش مبسوط، انت مش حاسس، مع ان انت بتحب الشخص ده، بس هي علاقه مش مريحه بالمره، علاقه فيها طاقه سلبيه بالنسبه لك، فيها عدم تحرر. فانت حاسس ان انت ضعيف قدام الشخص ده، وحاسس ان انت مش متفق معاه، ان في عدم اتفاق، وكل ما تقول خلاص انا هحاول اشتغل على العلاقه عشان نتفق مع بعض ويبقى في كيمستري ما بيننا ونعرف نتفق مع بعض ونعرف، تحس ان العلاقه بتبوظ اكتر، فتقرر انت هتمشي، تيجي تمشي تقول لا بحبه وترجع تاني، فهي علاقه ملخبطه. بس العلاقه دي فيها حاجات كتيره قوي، انت يعني انت حابب الشخص ده بس عنده صفات كتيره قوي انت مش حاببها، فنفسك تغيره، وهو مش راضي يتغير، هو متمرد هو كمان على فكره، فواضح ان انت كل ما تيجي تمشي هو يتمسك بيك، فتقعد فتقول له غير نفسك، يقول لك اغير نفسي، بعد كده ما غيرش نفسه في علاقه انا شايفها علاقه مجهده جدا، فانت مش قادر تستمر، مش قادر تكمل في العلاقه دي يا برج السرطان.
تعالوا نتكلم عن برج الاسد. برج الاسد شايفك برضو في علاقه مش مرضي، معرفش ليه في علاقات كتيره انت في علاقه يا برج الاسد، حاسس انت مش، لا مش هو ده، عارفين مش هو ده البارتنر المناسب ليه، هو مش شايفني كويس، مش مقدرني كويس، فانت حاسك كده كانك في منتصف الطريق، يعني اكمل مع الشخص ده وانا مش مقتنع بيه بنسبه 100% ولا اسيبه وامشي ممكن اقابل حد تاني يستاهلني اكتر. فانت محتار قوي، مش عارف انت عايز ايه، مش قادر تقرر، مش قادر تعرف دماغك فيها ايه. عندك قرار مصيري لازم خلاص تاخده، اما هكمل ولا هتمشي، هنتجوز ولا هنسيب بعض، هنتخطب ولا هنفركش. فعندك حالة تردد، حالة شك، حالة اللي هو هل انا جاهز للارتباط ولا مش جاهز للارتباط، فعمل ايه اللي هو امشي ولا ارجع، اروح يمين ولا شمال، في تردد قوي. مع ان الاسد عادة مش متردد، بس واضح ان انت في علاقة مش مرضية جدا بالنسبة لك، انت مش شايفها البرفكت بالنسبة لك، انت شايف ان انت تستحق حاجة احسن بكتير قوي، شايف ان انت تستحق حد يبقى جنبك اكتر، حد يديك دعم اكتر، فشايفك مش خايف ان انت تتسرع، خايف ان انت تاخد قرار نهائي، فشايفك متأجج كده، اللي هو تفضل فترة كده اللي هو اطلع يمين ولا امشي شمال، اطلع فوق ولا انزل تحت. ان انت شايف نفسك ان انت مش مستعد للارتباط الرسمي، مش مستعد، او مش هو ده الشخص اللي يستاهل ان هو يكون معاك، فعمال تشد وترخي، تشد وترخي، تقرب تبعد، في اون اوف ريليشن شيب عندك يا برج الاسد. تعالوا بقى ندخل على برج العذراء اللي هو برج انا. يا جماعه قولوا لي الطاقات دي بتتفق معاكم ولا لا، قولوا لي اتفرجوا عليا من فين، انتوا برج ايه. عذراء انا شايفاك مكبت، متأيد، زيك زي اخوك السرطان كده، اللي هو انا بحب حد مثلا، وانا مش عارف كعذراء يعني حاسس ان الشخص ده مش مديك فرصه، هو محيرك قوي او تعبك، اللي هو شويه تحس ان هو قريب منك وعايز تقرب وعايز بقى تعترف وعايز تتكلم، بس هو مش مديك، الشخص ده مش مديك اي فرصه ان انت تعبر عن مشاعرك، ان انت تقول حق، تقول اللي جواك، ان انت تنطلق. انت عندك مشاعر قويه ناحيه الشخص اللي انت معاك في حياتك دلوقتي يا برج العذراء، بس كل ما تيجي تتكلم هو مش بيديلك الانرجي ان انت تتكلم، فبترجع ورا تاني، تقول خلاص هاخد خطوه، تلاقيه هو بيرجع، تقوم انت راجع تاني خطوتين. واضح ان انت شخص عنيد والبارتنر بتاعك عنيد جدا، وسبيشال لو هو من برج تراب يعني او مائي يعني. فانا شايفاك يا عذراء اللي هو طب يعني طب انت عايزني ولا مش عايزني، طب امشي ولا اطلع، بس انت متضايق في علاقه انت مش مستريح فيها، مع ان انت بتحب الشخص ده جدا وحاسس ان هو بارتنر بيرفكت بالنسبه لك، بس هو مش مستقر، او هو لسه ما ادلكش الامان، او هو لسه ما عبرش عن مشاعره، فانت مش عايز تدي او مش عايز تقرب، فهو يبقى هو مش، انت مش متاكد من مشاعر الشخص اللي قدامك، هو لسه ما كانش فيه صراحه قويه ما بينكوا، فانت مش عارف تعترف بالحب، مش بس انت حاسس بطاقه حب، تفكر في الشخص ده، بتراقبه، هو كمان بيراقبك على فكره، بس هو يعني انت مهتم اكتر، او ممكن تكون علاقه حب من طرف، بس انا مش شايفاها من طرف واحد، يعني هم من طرفين، بس الشخص التاني تقيل قوي وغامض جدا وبطيء، يعني هو مش بياخد قرارات بسرعه وبطيء جدا، فانت عمال مستنيه يلا يا عم خد اول خطوه بقى، هو مستنيك، فانت مستنيه تاخد خطوه وانت تاخد خطوه، بالعكس انت ممكن تكون خدت خطوه ورجعتها تاني، لان انت لما خدت الخطوه هو فضل واقف مكانه، فانت حسيت ان كرامتك نقحت عليك، فاللي هو ايه اللي انا عملته ده، فرجعت التاني. بس هو الشخص ده واضح ان هو غامض، واضح ان هو بطيء في قراراته، واضح ان هو صعب بالنسبه لك، فانت مش عارف تبعد، مش عارف تقرب، مش عارف تعمل ايه، اللي هو انت قاعد واقف محلك سر، اللي هو يا عم ما تقرر هنطلع قدام ولا هنرجع لورا. وهو الشخص ده مكتفك، ملجمك، مقيدك، فانت انت عايز تكسبرس بقى، عايز انت شيء، خلاص بقيت متاكد من مشاعرك، حاسس ان الشخص ده يهمك او هو قريب منك، او انت عايز بقى تتكلم، عايز تقول انا هو، عايز احتواء، عايز حب، عايز اهتمام. واضح ان الشخص ده انت بتهتم بيه اكتر ما هو بيهتم بيك، والحته دي وجعاك جدا يا عذراء، ان هو مش مديك قدرك من الاهتمام، مش حاسس بقيمتك، مش حاسس
مش حاسس ان هو يعني ايه مش مقدر وجودك في حياته، وانت بقى ايه لا انا اقوى بكتير قوي من كده، مش انا اللي تعمل معايا الكلام ده. فانا شايفاك ممكن تفكر في يعني ايه، هتبدا تعمل هولد في العلاقه انت كمان، يعني انت مش هتبدا يعني انت مثلا كنت قدمت هترجع لورا لان انت متضايق من نفسك او حاسس ان هو الشخص ده خلاص هو مش مبهور بيك، والعذراء بيحب الشخص اللي يكون معاه يكون طاير بيه، فانت حاسس ان هو لا انت اديتك كتير قوي وانت مش بتعمل حاجه، لا انا انت ما تستحقش نعمل كل ده علشانك. فشايفاك ان انت يعني ايه بدات ترجع لورا وبدات تشغل عقلك قوي يا عذراء، ودي حاجه مش طيب. ندخل على برج الميزان. برج الميزان شايفه فيه تردد وحيره، وزيك زي الاسد اخوك الاسد كده اللي هو ايه، طب انا بحبه ولا ما بحبوش، طب بس هو طيب بس هو بيخنقني بس هو غيور بس هو، فكل شويه تغير قراراتك اللي هو طب اكمل معاه ولا امشي، طب ارجع ولا اطلع، طب هو كويس مناسب ليا ولا لا، طب انا بحبه ولا بحبوش اصلا، او ماي جاد، طب هو بخيل ولا كريم. فشايفاك ان انت عندك كميه تردد وتناقض وكميه تشتت وحيره وضياع كده، كانك ضايع في العلاقه. بس انت خايف ان الشخص ده ان انت تخسره، خايف ان انت تبعد عنه فهو يبقى كويس، فانت قاعد مش عارف، انت مش قادر تاخد قرار للاسف فاكره يعني ممكن تفضل في الفتره دي for a while اللي هو اطلع ولا ارجع، انزل ولا فوق ولا تحت، يمين ولا شمال. فبنصحك ان انت تحاول ان انت تفكر بعقلك اكتر، حاول تستقر نفسيا، بلاش اي قرارات متسرعة طالما انت متردد ومش عارف انت عايز ايه. تعالوا بعد كده ندخل على برج العقرب. برج العقرب من اكتر الابراج اللي للاسف طاقتها مش عجباني الفترة دي، لانه حاسس بقلق بخوف بوحدة بطاقة سلبية، هو والحوت حاسس ان هو وحيد، حاسس بان هو تايه ضايع، ان هو محتاج حنان، عايز حد يدلدق حنان عليه، عايز حد يفضفض له، عايز حد يحتويه، عايز حد يحضنه. يعني العقرب يا جماعه محتاج حضن، محتاج حضن كبير يعني حضن جامد كده. هو خايف، وخايف يفضل وحيد، وخايف يفضل معهوش حد، عنده خذلان، عنده خيبه امل. انا هقول لكم دلوقتي يعني في ابراج، انا هعمل لكم فيديو عن الابراج عندهم خيبه امل الفتره دي، نعمل فيديو ده. بس عقرب حاول تخرج من الطاقه دي، حتى لو ما لقيتش الشريك المناسب اخرج مع اصحابك، انطلق، شوف ناس جديده، اتحرك، ما تفضلش قاعد مكانك كده خايف. يعني لا يعني حتى لو انت دلوقتي مش عندك بارتنر ومش عندك شخص يحتويك، بس عادي يعني انت بتعرف تتبسط مع اصدقائك، فاهتم باصحابك، قرب من صحابك، حاول تشوف الحياه بشكل تاني. يعني تعال بقى نتكلم عن القوس. القوس شايفه عندك حاله انطلاق، يعني قص طاقتك حلوة على فكرة، منطلق، حابب الحياة، مبسوط. ممكن تكون بعدت عن شخص خلاص اوريدي، انت خدت قرار وبعدت، ودلوقتي بقى شايف بتشوف نفسك، بتهتم بنفسك، enjoying your life، عندك حالة satisfaction، راضي عن نفسك، راضي عن العلاقات اللي انت فيها. لو انت في علاقة شايفك مبسوط، بتحاول ان انت تحسن فيها، بتحاول تعرف على البارتنر بتاعك افضل، بتحاول تكون احسن، يعني بتشتغل على العلاقه دي، شايفك بتشتغل عليها، شايف ان البارتنر بتاعك مناسب ليك، شايفه بيحبك، انت كمان شايف نفسك بتحبه. ممكن يكون عندك الفتره الجايه برضو قرار مصيري يا برج القوس، سواء كان قرار ايجابي او قرار سلبي، بس انا شايفك منطلق، فرحان، مبسوط، راضي، شايفك بوزيتيف، شايفك منطلق، عايز تبسط، عايز تبسط الناس اللي حواليك، عايز تشتغل على العلاقه اللي انت فيها، عايز تحسن وضعك، بتتاقلم، فلكسبل، انا هو القوس كده، فلكسبل، منطلق، فرحه بقى، عايز تسافر، عايز تتعرف على ناس جديده، لو انت سنجل، لو انت مرتبط، عايز بتحب البارتنر بتاعك، شايف مبسوط معاه، عايزه يبقى احسن، بتحسن منه، بتحاول تخليه خس مثلا كده. يعني برج الجدي، برج الجدي، قولوا لي يا جماعه القراءه دي بتتفق معاكم، وقولوا لي انتوا طاقتكم اكتر طاقه مسيطره عليكم في الحب ايه. برج الجدي شايفاك بتنقذ علاقه ابديه بالنسبه لك، يعني في علاقه كده انت بتحاول ان انت تتبسط مع البارتنر بتاعك، مبسوط معاه، شايف ان هو احسن شريك مناسب بالنسبه لك، فانت بتحاول تمشي الدنيا، مسيطر على العلاقه، شايفاك مسيطر، مقتنع بالشخص اللي معاك، بحس ان هو لطيف كويس، فشايف ان هو
لا هو ده الشخص اللي انا عايزه، في حب في العلاقة، في ممكن يكون في صعوبات وتحديات عائلية في الموضوع مع البارتنر بتاعك، بس انا شايفة كله تمام. شايفاك بتحاول تمشي البارتنر بتاعك بدماغك، يعني انت اللي بتحاول ان انت تسيطر في العلاقة، طبعا انت مسيطر جدا. بتحاول تنجوي يور لايف، بتحاول تمشي الدنيا، تبسط مع البارتنر بتاعك، تشوف ايه بيحبه بتعمله. بتحاول ان انت تشيل اي زعل، بتحاول ان انت تبي هابي، يعني انت عايز تبقى مبسوط، عايز تمشي اي زعل، عايز تنبسط، تنشكح، تنطلق يعني. وشايف ان العلاقه دي هي افضل علاقه بالنسبه لك، فانت زي ما تكون بتقفل صفحات قديمه وبتبتدي صفحه جديده، عايز تبتديها بسعاده وانطلاق ونشاط. برج الدلو، يا برج الدلو، برج الدلو شايفاك مبسوط، شايفاك فرحان، شايفاك منطلق، شايفاك بتشتغل على نفسك، شايفاك عايز تبقى احسن. شايفة عندك في علاقاتك انبساط، ممكن يكون عندك علاقه جديده او علاقه قديمه، بس شايفاك فن، في فن، في رضا، في امل، في سعاده، في انبهار، في شخص بتحاول تعرف عليه مثلا. هدوء، تأني، صبر، مع ان انت مش صبور خالص. انجازات، لقاءات، خروجات، فسح، سفر. فشايفه ان انت طاقتك حلوه جدا اصلا. الدلو والقوس من اكتر الابراج المحظوظه النص الاول، فبالتالي شايفه ان انتوا متفق معاكم الطاقه دي جدا. طب الحوت، الحوت والعقرب طاقتهم متشابهه جدا، وحده، خوف، قلق، طاقه سلبيه، متعلق بالماضي، تفكير في الماضي، قصه حب مش قادر تخرج منها، عايش في ذكرياتك، عايش في امل ان انت ترجع للشخص من اول وجديد، مسيطر عليك العلاقه اللي فاتت من الماضي ديت، عندك امل ان انت ترجعها، فانت قاعد مستني، في طاقه انتظار، انت مستني الشخص البارتنر ده يجي يقول لك بحبك، عايز ارجع لك، بموت في هواك. بس للاسف هو مش هيجي برج الحوت دلوقتي، حتى لو هيجي بس مش دلوقتي. فاخرج بقى، انطلق، اكسر الطاقه السلبيه، حول الطاقه السلبيه لطاقه ايجابيه، انطلق، حب نفسك، حب العالم، اخرج، اخرج من العزله بتاعتك يا برج الحوت، اخرج من القلق، اخرج من طاقه الوحده، اخرج من العزله، اخرج من الانتظار، اخرج من الخوف، بطل سلبيه، بطل حساسيه، بطل زعل. اتس نوت، ذس از نوت رايت تايم. يعني حوت وعقرب، بليز جيت اوت، يعني ليت ات جو، سيبوا الماضي، انسوا الماضي، انسوا العلاقات القديمه، انطلقوا. هنعمل فيديو النهارده عن مين الاكتر الابراج الديسبرت في الحب وفي الفتره دي. قولوا لي يا جماعه الطاقات العاطفيه دي مسيطره عليكم ولا لا؟ قولوا لي اتفرجوا علينا فين انتوا برجين. انا بقى خلوني انا اكلمكم عن نفسي شويه. انا كعذراء يعني شهر فبراير مش احسن شهر بالنسبه لي، شهر متعب يعني، مجهد جدا، وشهر مارس كمان شهر متعب جدا. فانا عذراء الفتره دي عمال اعمل كده. طيب الطاقه دي يا جماعه شهر مارس، ابريل وماي، اوكي، 3 شهور. قولوا لي الطاقه دي مظبوطه ولا لا، خليكم ايجابيين، فككوا من كل الكلام ده، لو في اي حاجه سلبيه انا قلتها كسروها، وخليكم ايجابيين، خليكم متفائلين. يو كان دو اني ثينج يو وانت لو انتوا ركزتوا على الطاقه الايجابيه. شكرا، بحبكم جدا جدا. قولوا لي اتفرجوا عليا فين، انتوا برج ايه يا جماعه؟ بليز بليز بليز، عايزه اقول حاجه، لو حد انت انفصلت عنه خلاص ليت ات جو، فكر في مستقبلك، حبوا نفسكوا، دللوا نفسكوا، دلعوا نفسكوا، قيم ذاتك صح، قيم نفسك صح. يعني مشكلتنا كلنا ان احنا بنتعلق بالماضي، واحد يسيبنا ويدينا فوق دماغنا ويدينا فوق قفانا وتلاقينا قاعدين النبي ما تمشيش، ابوس ايدك ونقعد نعيط عليه، لا هي دازنت ديزيرف، شي دازنت ديزيرف. في داهيه اللي سابنا، اللي اتبعنا، خسر دلعنا بس، فول ستوب. شكرا، وبليز تعملوا لي فولو على الانستجرام، على الفيسبوك، وعلى اليوتيوب. باي باي، مع السلامه.